السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أمارات؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة وسعادة وفرحة وعافية. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. النهاردة هنعمل ريفيو عن الكريم التحفة ده. كريم ايه يا جوجو؟ هقول لكم بعدين لما نعرف الأول تجربتي معاه. حلوة قوي يا بنات الكريم ده. ده يا بنات تحفة تحفة تحفة، ب25 جنيه، هتلاقيه في أي صيدلية. كريم سبوتليس إيفا. الكريم ده يا بنات بيديكي مع المواظبة عليه نضارة فورية وتفتيح رهيب للبشرة والإيد والجسم، وبيديكي كده نضارة ونعومة وترطيب. حلوة قوي يا بنات. طبعا الكريم ده مكوناته كلها طبيعية لتفتيح البشرة، وبيقضي على بهتان البشرة والإسمرار حول الفم طبعا مع الاستمرار عليه، مش من أول يوم أو تاني يوم أو تالت يوم هتلاقي نتيجة، بعد إيه؟ بعد 15 يوم، بعد 20 يوم. حلو يا بنات، مع المواظبة عليه هتلاقي نضارة، هتلاقي تفتيح، هتلاقي نعومة في بشرتك، مش هتلاقي بهتان خالص. طبعا بيزيل الهالات السوداء مع الاستمرار عليه والمواظبة عليه عن تجربة يا بنات. طبعا الكريم ده بيحتوي على مادة فعالة، حمض الحليب وعصير الليمون لعلاج البقع والتصبغات في البشرة. مكوناته حمض الحليب اللي بيساعد في تفتيح البشرة وتقشيرها وإزالة خلايا الجلد الميتة. طبعا برضك الكريم ده يا بنات بيخفف من علاج الهالات السوداء. كريم سوبوتليس إيفا من أهم الكريمات لإزالة الهالات السوداء والتفتيح حول الفم وإزالة التصبغات في البشرة والبقع الداكنة مع الاستمرار عليه. مكوناته اللبن الرايب وعصير الليمون وحمض السلسلك. طبعا هذه المكونات بتفتح البشرة وبتنعمها وبتزيل خلايا الجلد الميتة. عن تجربة الكريم ده خطير، مع الاستمرار عليه هيديكي لبشرتك وايديكي والجسمك نتيجة جبارة. بصوا يا بنات قوامه، هوريكم قوامه كده معايا، حتة منه صغيرة هنفردها على ايه؟ الجلد، او زي ما انتوا شايفين قوامه عامل ازاي. مع بعض كده نشوف قوامه، تحفة. بس طبعا مع الاستمرار عليه يا بنات هيجيب نتيجة بفضل الله. اهو زي ما انتوا شايفين كده جماله وحلاوته، شايفين اهو، تحفة يا بنات. كريم سبوتليس إيفا اهو زي ما انتوا شايفين كده، تحفة يا بنات للنضارة والجمال والتقشير وبهتان البشرة. طبعا كل حاجة بنستمر عليها لمدة مثلا شهر لشهرين وبنوقف، وبعد كده بنستخدمه تاني. تجربتي معاه انه تحفة، حلو جدا ورخيص جدا، ب25 جنيه، مش غالي. كان عندي اصلا مركون بقاله شهرين فقلت استخدمه كده، سبحان الله، قلت اعمل ريفيو بقى. النتيجة بتاعته الجبارة الحمد لله، قلل الهالات السوداء عندي وقلل برضك ايه بهتان البشرة. يلا يا بنات ما ننساش نصلي على النبي كتير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.